السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على وكجدة وين يتفوق على نيير، يعني حارس جزائري، حارس يعني من طراز العالي، وين حارس لعاب، حارس وين نقولوا اللي راه يقدم مستويات كبيرة، رغم أنه يبقى الحارس الثاني في المنتخب الوطني والثقة الكبيرة في رايس وهاب مبولحي. الحارس هذا اللي مازال يقدم الكثير وعنده سر في المنتخب الوطني الجزائري، وهو وهاب مبولحي، يعني وين لا يزال الحارس ميت الفرنسي وكجدة يصنع الحدث من خلال مستواه الرائع هذا الموسم في الدوري الفرنسي، وبعد اختياره في التشكيلة المثالية ليغ 1 رفقة ديلور، حصل وكجدة على امتياز جديد قد يمنحه فرصة لخلافة مبولحي في تربص المقبل، وهو اختياره أفضل حارس في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى مع نهاية عام 2020. يعني تشوف كيفاش حارس عن هذا الكلاسمو هذا، وين يزيد يعطيه دفعة معنوية ويزيد يخليه رغم ان السن تاعو على بالك شويه، السن تاعو شويه اللي نقولوا باللي انا بغيت نقولها ونعاودها، انا على بالك الاهداف اللي تسجلت البارح مانشستر سيتي كي سجلت الاهداف، وكجدة يعني هذاك وكجدة يجي احسن حارس في مكان تاع الحارس تاع تشيلسي، يجي خير من ذاك الحارس تاع ارسنال اللي مركا له محرز، يجي خير منه على الف خطره. بصح السن تاعو 33 عام، يعني راك تشوف كيفاش، وين نتمناو له ان شاء الله يجي يقعد مع النادي تاعو، مالغري راه يلعب مع النادي تاعو، يعني النادي تاعو اللي راه يقدم مستويات كبيره رغم الامكانيات اللاعبين، ما كاش لاعبين فور اللي يلعبوا معاه، بصح هو يبقى الحارس اللي نقولوا باللي انقذ المرمى تاعو من اهداف كانت محققه، وين خاصه وين كلاس دوزيام مورغارديا اللي خرج بزاف نقولوا حنايا لي باسافاس، وين خرج بيناتي، خرج يعني وكجدة الحارس اللي نقولوا خدم فيه الصمت وراه جاي فيه الصمت، يعني يمكن خاطش عليه الاخر تبليسه مبولحي، وين تبليسه الشكل كبير كما نقولوا حنايا 90% غادي يكون هو رقم واحد امام بورتوانا وامام زومبيا، يعني خاصه زومبيا اختبار حقيقي لوكجدة، اختبار حقيقي. خلينا بورتوانا هنايا، بورتوانا هنا غادي يدو خمسة ولا ستة، بصح نتكلموا على الاختبار الحقيقي تاع زومبيا، وين غادي يكون تكون كل الانظار متجهه للحارس وكجدة ضد زومبيا، وين وكجدة حصل على هذا التقييم من موقع سوفا سكور وفق لقدرته على التصدي لاكبر عدد من الكرات في كل المباريات. التقييم جعل النجم الجزائري متفوق على افضل حارس في العالم في الدوريات الكبرى، وفي مقدمتهم نيير حارس مرمى بايرن ميونخ الالماني بطل دور ابطال اوروبا. تشوف نيير دي احسن دي تشامبيونز ليغ العام اللي فات، وين دا تشامبيونز ليغ، وين نقولوا بلي انقذ المرمى تاعو امام باريس سان جيرمان، يعني وين نقولوا بلي رياض محرز، بنادم راه غير رياض محرز في رسالنا، والله العظيم ما بغاش ينقلع رياض محرز، والله ما بغا ينقلع لا. وين وكجدة هذا اللي جا في 2016 المنتخب الوطني الجزائري، وين تلقى انتقادات لاذعة من طرف بعض المحللين، نقولوا اشباه محللين وابواق الصحافة اللي كانت تحطم في المنتخب الوطني. اليوم هو لو يراه اللي غادي نسيبوه ان شاء الله بربي، نسيبوه في المباريات الجاية، ما نخافوش كاليفيكاسيون كوب دي موند، اي اصابه لاي حارس ما نخافوش عنا، وان شاء الله بربي نزيدوا ذاك تاع باريس سان جيرمان اللي ما عيطولوش كاع، اللي عنده 1.90 ولاعب كاع اللي لاعب الشامبيون العام اللي فات في الرديف، لعب كاع لي ماتش تاعه، والسنا راه لاعب 8 تاع لي ماتش، يعني نقولوا بلي لا خوف عليهم، لا خوف على الحراسه تاع المنتخب الوطني الجزائري، هذه اللي نقولوها. على ذلك اليوم
وين اوكش دار بس تشوفه متفوق على احسن حراس تاع البارسا تاع الريال تاع ليفربول تاع مانشستر سيتي تاع جوفنتوس تاع ميلون تاع الانتر تاع بايرن نيير تاع بايرن ميونخ يعني تشوف في باريس سان جيرمان تشوف في ليون تشوف في سانتيتيان هادو زعما تشوف تاع مارسي تشوفه هو احسن لاعب احسن حارس في الدور في الدوري الدوري الفرنسي واحسن حارس في الدور على بالك خمس دوريات احسن خمس دوريات في اوروبا دا هو مير غارديا شكون اللي معاه في التشكيله ما 11 ماشي روبلاسو ما 11 داها مع كريستيانو مع ميسي مع راموس معاهم هو قدروا ينظموا مباراة تاع السنة هذه زعما كيبغوا ينظموها ولا نيرا اوكس دا يكون تيتي دار معاهم هاك تشوف كيفاش هاك تشوف اللعابة هاك تشوف حارس الناس اللي تخدم باش هذه جات كيما هكا ماشي مو عندها ولا باباه عنده لا انسان هذا العمل تاعو اللي وصلوا لهذا المرحله العمل تاعو انا كي نشوف كيما كنقول العمل تاعو هو اللي وصلوا لهذا المرحله انسان خدام انسان ماشي تاع رد فعل ومسانده تاع لعاب الفلاني الناس ما عندهمش الوقت الناس عندهم التيره الدوش داره تيره الدوش داره ويروح يقرا الكتب تاع لي زونترينمون تاع لي غارديا ويعاود يتفرج الفيديو تاع الاخطاء التاوعه تاع الاخطاء التاوعه لي بروفيسيونيل لعابه كبار امثال ميسي امثال كريستيانو كيما راموس في الدفاع كيما الناس اللي في الحراسه كيما نقولوا نيير نقولوا اوكش دا نقولوا على بالك بلي بولحي على بالك شايدير هذه تلاقيت بالحاج كان اونترينير تاع لي غارديا فيشل كنت في عرس تاع لعاب كنت معروف هذه 2016 ما عندي تصاور داير مع هذا متصور مع ذاك لونترينير هذاك في عرس قعدنا نهضروا قلت له بولحي ما بولحي قال لي بولحي مين يكمل لي زونترينمون تاعو يروح قال لي يروح يتفرج يعاود لي ماتش اللي يلعبهم يعاودهم ويشوف الاخطاء تاعه كيفاش مركاولو كيفاش على مركاولو كيفاش حقو يخرج كيفاش ما حقوش يخرج كيفاش قال لي يتفرج لي ماتش يعاود يرد لي ماتش ويشوف اللقطات تاعه قال لي الناس ما نجحش غير هكا وبصح الناس ما نجحش غير هكا ما كاش اللي راه ناجح تشوفه ناجح شوفه شي تعب شوفه شي خدم واحد ما يكونش ناجح عارفوا بلي فاشل في العام في التحضيرات تاعه بصح اللي يكون ناجح شوفه كي مشي جات اوكش دا ميير غارديا بصح كي ميير غارديا ناس راهي خدمت ناس خدمت في لاباز في لي زونترينمون تاعهم على بالك الغارديا هو اللي يتعب في لي زونترينمون قاعد تاعه على بالكم هو اللي يتعب وين تكلم عليه صاحب موريس صحفي تابع للنادي تاعه الفرنسي قال لك كوكش دا يقعد ساعه بعد صحابه ويجي هو الاول يسخر روحه مليح ويقعد ساعة بعد لي زونترينمون تاع صحابه زعما كلي صحابه تريناو ساعتين ولا هو غادي يقعد ثلاث سوايع شوف كيفاش يخدم باش يوصل هنايا تصيبه جار وطار وراح بكري ولا يجي ضرب لك ست حبات بغرير ينفخ ما يطيقش يجري ولا تصيبو كاظم نتضامنو مع بوداوي هذا تصيبو كيما هاك هذو الناس هذيك نقولو بدي باش وصل لهذا هو دار نيير قاس نيير يعني ماشي زعاقه باش توخر تاني نيير احسن حارس وداي تشامبيونز ليغ توخره
ماشي ما جات بالكلمة، جات بالعمل، جات بالعمل. هذه هي صعيدو.